العطور بترافقنا بحياتنا والناس بتتعامل معه بأذواق مختلفة، وصناعة العطر عالم واسع من الأنواع والثقافات والمركبات الكيميائية. مع ضيفنا بنتعرف بشكل موسع عن صناعة العطور من الناحية العلمية والأكاديمية، كونه دارس للمهنة وعامل فيها من سنين، من فرنسا، مع سعد الله سعد العطار الأكاديمي. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ سعد. يسعد صباحك وسام، بتشكرك كثير على المقدمة الحلوة ومبسوط كثير انه نعمل هالمقابلة سوا. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء لأنه رح نحكي عن موضوع هو قليل كثير ما ينحكى عنه بطريقة علمية، بس قبل ما ندخل فيه حابب أتعرف أكثر عن حضرتك، مجال دراستك الأكاديمية وخاصة بمجال العطور. هلا حقيقة دارس عدة قصص بحياتي. بداية درست الأدب الفرنسي بجامعة دمشق مدة 4 سنوات، نعم، عملت معهد سياحي كمان بجامعة دمشق مدة سنتين، دارس لاهوت بكنيسة الزيتون مدة سنتين كمان، إضافة لهذا الشيء بفرنسا عامل ماجستير إدارة أعمال، نعم، عامل سنتين معهد كيمياء، وآخر شيء 3 سنوات دراسة معمقة بمعهد إيزيبيكا لدراسة العطور الأكاديمية، هي المعهد العالي يلي أسسته عائلة جيران، يلي هلا حاليا عندهم محلات جيران المعروفة، واللي من فترة ما كتير بعيدة اشترتها شركة LVMH يلي هي تعتبر شركة رقم واحد عالميا، صاحبها هو برنار أرنو يلي هو أغنى رجل في العالم بالوقت الحالي. نعم. فهي الدراسات اللي عاملها، شغفي بالعطور طبعا بلش من وقت ما كنت صغير، يمكن بالأمثلة اللاحقة بتسألني هذا الشيء، بس هلا حبيت أحكي الشيء اللي دارسه. أهم شيء دارسه هو العطور لأنه بحبها من وقت ما كنت صغير، وحابب إني أقدم شيء مميز أكاديميا وفنيا وعلميا. صحيح، هي لأنه مجال دراستك، يعني أنت درست بسوريا أدب فرنسي باللاهوت، وحتى لما طلعت درست إدارة أعمال وبعدين توجهت للعطور. شو اللي دفعك تتوجه لصناعة العطور، تدخل فيها بمجال علمي أكاديمي أكثر؟ هلا حقيقة بتحس في هالحدث او هالضوء اللي جواتك بيصير هو يلهمك تتوجه. هلا نحن طلعنا لفرنسا تقريبا بالعام 2012، نعم، بلشت حياتنا صعبة مثل اي كوبل عم يبلشوا حياتهم من الصفر، لذلك بالبداية كانت عبارة عن أسئلة عم تروح وتجي عم تروح وتجي، إنه أدرس ولا ما أدرس، أدرس عطور ولا ما أدرس عطور. بس ضل بذهني هداك الطفل الصغير يلي كان كل ما فات على المطبخ ببيت أهله اللي ماما أنت تطلع على الكرسي تفتح الحناجير تبع البهارات تقعد تشمشمون، إذا أبوك جاب بوط جلد جديد تشم ريحة الجلد تقول له هاي ريحة الجلد بتختلف عن ريحة الجلد الفلاني من البواط، فكان في عندي حاسة شم عالية نسبيا، عندك حتى كنت الموهبة. أعتمد عليه اعتمد عليه انا وصغير لشبه ريحه الطبخ ريحه البيوت اللي بفوت عليها. حلو. فحقيقه هي القصه هي كانت، يعني هي كانت راكبتني اكثر ما انا كنت راكبها. نعم. اكتشفت مع الوقت انه هي بتعتمد على دراسه اكاديميه وليست كما يسوق لها ببلداننا انه هو هذا عطار اللي بيبيعك العطور أسمان بخسة، هو كل شغلته إنه يجيب هالمركب الجاهز يلي موجود عنده بيجي من برا مركب بيحط له كحول وبيبيعك إياه. لا هي مختلفة كليا، بدها دراسة كيمياء، بدها دراسة فن، بدها دراسة متعلقة أحيانا ب يعني كيف بدي أسمي لك إياها، هي بيسموها بالأولفاكتيف ميموري، الذاكرة الشمية. ذاكرة. تماما، الذاكرة الشمية هي عبارة عن مساحة تلافيف معينة موجودة بالدماغ مختلف بتختلف من شخص لآخر، وهي أنا برأيي هي بتعتمد بشكل كثير كبير على صقل موهبة العطار الأكاديمي يلي موهبته يقدم ريحة معينة بتشبه مكان معين بتشبه حالة معينة، نعم، لحتى يقدمها للجمهور بصيغة حلوة. فأنا بشوفها أنا بشوفها بهالمنظار صراحة. نعم، حكيت عن نقطة كتير مهمة وبهمني أنه كمان نوضحها، لأنه دائما بيصير في لغط بين صانع العطور وبين الشخص اللي هو بيركب، واللي هدول أوقات المحلات اللي بنشوفهم أو بنلتقى فيهم اللي هو بيكون عم بيركب لك، يعني أنت بتطلب منه ريحة معينة بيركب لك الريحتين، والفرق بين صانع العطور اللي هو كمهنة. هلا رح كون
دقيق معك بجواب على هذا السؤال تحديدا، لانه سالت عليه كثير والعالم كثير بتخلط فيه، وحتى يمكن انا نفسي لما كنت عايش بدمشق كنت يمكن ما اقدر ميز هذا الشيء، صحيح، لبينما قريت عليه تعرفت أكثر. وتعمقت عليه. صانع، ما رح اسميه صانع عطور، هو بائع عطور تركيبيه. نعم، رح احكي لك البروسيس كيف بتصير تماما لحتى تقدر انت لحالك ميز. شلون بيقولوا تقفرها للقصه، نعم تمام؟ ايه، فهي الفكره كيف بلشت تقريبا بفتره بدايه التسعينات، يصير في وكلاء لشركات عطور او مخابر عطور مانا معروفه، يعني مانا عالميه. المخابر العالميه اللي بتشتغل مع كبرى الشركات مثل ديور وشانيل وغيرلان وكينزو وهدول، نعم هنن لحالهم مين هنن؟ هنن جيفودان رقم واحد، عم تحكي بكابيتال قيمته بحدود ال 50 مليار يورو. عندك اذا جيفودان، فيرمينيتش، اي اف اف، تاكازاغو، روبرتي، شرابو، هدول ما بيشتغلوا الا مع الشركات الكبيره والمهمه. باقي نعم المخابر اللي ما لها حصه بالسوق العالميه بتتوجه هي لحتى تركب عطور شبيهه بالعطور الاصليه وتبيعها باثمان بخسه، لانه بكل بساطه عم تعتمد على مواد كيميائيه اسعار رخيصه، وبعض الاحيان بيتجاوزوا هذا الموضوع حتى ما بيعملوا اختبارات على الصحه وما الى هنالك. هلا هدول الشركات بتنتج كميات كبيره، نعم بتروح بتبيعها لموزعين موجودين بدمشق بلبنان، هالموزعين بيبيعوا بقى لهالمحلات، تمام؟ لانه الشرط الوحيد لحتى هالمادة تتسوق انه تنشرها بكميات كبيرة يكون في لها موزع. هذا نعم الموزع بيبيعها لبقى مين؟ الغبرة، المصري، ماء الذهب، المسموم، عباس، ما بعرف شو. هدول شغلتهم ما بيركبوا، هدول بيشتروا المادة جاهزة نعم بحطوا لها كحول بهي الإبرة، ما بعرف شو هي بيسموها يعني، ايه، صحيح. وبيبيعوها. هلا هي ما هو عطار، هو بائع عطور تركيبية. يعني انت كيف جبت مثلا، اذا بتحضر افلام يلي بيعملوا سيارات كوبي عن البي ام والمرسيدس، بيعملوها هيك موديل صغيره مصغره وكذا، ايه، فنفس الشيء الموضوع. يعني يعني فينا نعتبر ايه هذا هو الفرق بين الصانع واللي عم يركب. لا لا لا، حتى صفه التركيب غير، ما بتنطبق عليه، هو مو مركب، يعني ما عم يركب، وما عم يركب، هو عم يحط، عم يضيف كحول على ماده جاهزه جايته من برا شاريه وعم نعم يبيعها. تماما. بكفي نقول انه كيلو الزيت اللي بيشتروه ممكن يكون حقه 30 دولار، بينما كيلو الزيت العطر المضبوط اللي بتركب بالمخابر الكبيره ممكن يوصل احيانا سعره ل 800 او 1000 دولار الكيلو. نعم الكيلو بيعمل لك تقريبا 66 قنينه، بكفي تقسم هداك المبلغ على 66 بيطلع حق القنينه يمكن نص دولار، ببيعك اياها ب 10 دولار بدمشق يمكن، ما بعرف. نحن القنينه بتوقف علينا يمكن بعض الاحيان بين ال 40 وال 50 يورو القنينه، هي بدون ارباح، نعم عرفت؟ فهذا الفرق. يعني اليوم يعني ما فينا غير نوقف على هذا الموضوع ونسلط الضوء عليه لحتى العالم تكتشف انه هديك ما أنا مهنه، هي عباره عن شخص عم بيجيب ماده ويبيعها فقط، لا عم يركب ولا عم يصنع ولا عم يعمل شيء. نعم حضرتك لما انت بتشتغل كمان بتصنيع العطور، صحيح؟ أنا من بعد ما خلصت دراسة بإيزي بيكا بفيرساي بمعهد العطور، تقدمت لمسابقة بالعام 2019، هي أخذت فيها المركز الثالث كأحسن أنف. هي عبارة عن مسابقة بتصير لمدة تقريبا 8-9 ساعات، بتزور فيها عدة أتوليهات، بتشم مواد أولية، وآخر شيء بتقدم مسابقة حوالي تقريبا 100 سؤال بدك تجاوب عليهم، مواد أولية شميتها، أسئلة متنوعة. نعم ربحت المركز الثالث، بعدين تقدم رئيس نقابة العطارين بجراس لحتى يكفلني، ورئيسة نقابة العطارين بفرنسا لحتى تكفلني لحتى أصير عضو بنقابة العطارين. هذا الشيء طبعا أعلنت عنه على صفحتي على الفيسبوك اللي بحط فيها أغلب نشاطاتي وأغلب أفكاري وأغلب مشاريعي. من بعد هاي القصة هن عبارة عن كوب سوريين بيشتغلوا بالهندسة وإدارة الأعمال وبالموسيقى بنفس الوقت. نعم رح أذكر هيك تلميحات مشان ما نذكر أسمائهم بشكل مباشر. آمنوا فيني وآمنوا بموهبتي، وعرضوا علي مشروع كتير حلو مستوحى من عوالم الموسيقى والاهتزازات.
تمام. من بداية النوتة الموسيقية الأولى، اهتزاز أول، أنت لما تزت عبارة عن حجر صغير بيعمل مثل حلقات بالمي، بالمي صحيح. تمام، يسمى باللغة، ما بعرف شو بيسمى باللغة الإنجليزية، باللغة العربية، بس باللغة الإنجليزية يسمى ريبل. ريبل نعم، عبارة عن حلقات، حلقات ترددات. ألمان الترددات هو بالذات، هي السيركل اللي بتعمل سيركل متناغمة اسمها ريبل، تمام تمام ترددات هيك فايبريشن اسمها، ما بعرف بقى الريبل بالعربي شو ممكن نسميه. العطر الثاني هو موشن، هو عبارة عن اهتزازين متناغمين، وهو اللي حيكون العطر النسائي. نعم بالنسبة للعطر الثالث اللي عم نشتغل عليه اسمه ديستورشن. ديستورشن هو عبارة عن اهتزازات قد تبدو للسامع انه هي تخبطات، ممكن تكون النوتات مثل موسيقى الروك اند رول او شيء صاخب، ولكن ينتج عن هذا الشيء صاخب ولاده جديده من الداخل، مثل صرخه الولد الصغير لما يخلق، وهو اللي حيكون العطر اليونيسكس. العطر اليونيسكس اللي بيجمع ما بين ما بين الحلاوه وما بين الشيء الاصيل، نعم صرخه جديده. فعم الثلاث عطور هذول اللي عم نشتغل عليها حاليا صرنا عم نشتغل عليهم، بس لحتى تعرف المدة تماما يلي بدي ممكن اسالك تنعمل. قديش بياخذ معك مده ووقت لحتى انت تحضر كل هذا المشروع؟ رح اعطيك هرجيك بس هذا العبوه الصغيره يلي نحن من انتجها، شايف هاي الحجم الصغير، تمام، نعم من هذا البيرفيوم، خلينا نقول اللي اسمه، انا بلشت بالديستورشن قبل ما بلش بالموشن والريبل اللي هن العطور اللاحقه اللي بدنا نشتغل عليها. تقريبا اخذ معي تعديل الديستورشن حوالي 6 شهور، يعني تقريبا حوالي 15 موديفيكيشن عملت عليه لحتى وصل للنتيجه اللي الزبون بده اياها، عرفت كيف؟ ياخذ هلا وقت. حاليا الموشن اللي هو العطر الثاني اخذ معي 18 موديفيكيشن، وصار لي سنه عم اشتغل عليه. سنة بياخذوا وقت بالتحضير وحتى يمكن كتقييمهم بالنهاية. تمام. هلا هي المرحلة، هلا هون رح ندخل بقى بالعمق الأكاديمي والعمق العملي لصناعة العطر. أنا بشتغل بشراكة، شراكة شغل وليست شراكة رأس مال، مع مخبر من المخابر المعروفة بباريس الواقع جانب برج إيفل، بشراكة تقريبا 50% من صافي الأرباح العمل. عم بشتغل معهم، في عندي 2 assistant. هالassistant تبعوتي هن شغلتهم إنه بعد ما أنا أعطيهم الوصفات، نعم، أكتب على ورقة مثل الشيف إتواليه تبع المطابخ العريقة، إنه عنده وصفة الأكلة الفلانية، عنده مثلا الصوص لازم ما تطلع نسبة البهارات هي على نسبة البهارات هي، بتعرف في إنهم تدرجات. صحيح. فبعطيهم مثلا العطر هو مركب من تقريبا ما يتراوح بين 75 ل 150 ماده سنتاتيك، يعني كيميائيه. نعم. الشيء اللي بيتم الترويج له انه مثلا هون في باتشولي، هون في فريز، هون في فانيليا، هون في كوكونات، ما بعرف شو، هذا عاري عن الصحه. العطور هي مركبات كيميائيه، بنسهل اللغه للمتلقي ومنقول انه فيه كوكونات، انه فيه فانيليا، انه فيه، بس لكن نحن كعملنا نشتغل مع مواد سنتاتيك. رح ارجيك كتاب هذا بيعطوه فقط لاعضاء نقابه العطارين، ليكو رح ما اذا بتشوفوا. تمام واضح. مكتوب عليه جيد دي ماتيير بروميير بور لا بارفيمري، تمام، ومكتوب هون سوسيتي فرانسي دي بارفيمور SFP. رح أرجيك لمحة بس عن المواد اللي نحن موجودة مثلا. يعني نحن عم نحكي عن كتاب بيحدد لنا المواد الأولية الموجودة أو المركبات الكيميائية اللي ممكن تشغل ضمن العطور. حاليا موجود حوالي 4000 مادة أولية سنتاتيك، بنقي منها كل عطار له فنه. مثلا بيكاسو الفن السريالي، فان كوخ نسميه الانطباعي مع شوي تجريدي. نعم. فكل واحد بنقي الباليت تبع الالوان من هال 4000 مثلا، سعد الله بنقي 400 500 600 ماده اوليه سنتاتيك، بيرتاح يشتغل عليهم، بحس انه اللون معه بيطلع غير بالنسبه للباليت، عرفت، بقى بيشتغل على هالاساس. نعم. رح اعطيك مثلا من شركه جيفودون،
في عندها مركب اسمه ميرالدين. هلا في عندك شركة اي اف اف، في عندها امبروكسان، في عندك الديهيد سي 14، الديهيد سي 18. نعم. فهي اللغة اللي بنحكي فيها هي لغة كيميائية. لما انا اشتغل مع الاسيستنت تبعوتي بعد ما اكون خلصت الفورمولا ارجيتهم اياها، بنشتغل على موضوع انه قديش كل ماده لازم يكون تركيزها. يعني اذا انا حطيت تركيزها 40 على 1000 من الجزيء على البالانس اللي نحن بنشتغل عليه، نعم، بيقولوا لي لا لازم ننزلها، لانه الافرا يلي هي غرفه المحاذير يلي هي بتقول انه هذا المواد ما لازم تستخدموها اكثر من هيك لاسباب صحيه، أسباب لاسباب صحية. تماما. فهن شغلتهم بقى يكونوا المرافق لإلي لحتى نقدر نحدد انه كل ماده بقى شو لازم تنحط لها. فهدول نعم. هن الاسيستنت، هدول بسموهم اسيستنت بارفيمور، بيقولوا لي بيحطوا على عباره عن جدول الكتروني موجود لوجيسيال على الكمبيوتر، بعد ما حطينا الفورمولا بيعطيك انه التوتال المجموع النهائي لازم يكون 1000 على 1000. نعم. لحتى نحن بعد ما نقسم ال 1000 على جزيء يطلع معنا ال 100 ملي يلي هن اللي بدنا نعطيهم للزبون. نعم. تمام. فهن بيقولوا انه هي لازم تكون ما تتجاوز 80 على 1000 من الجزيء، هي لازم تكون هن 40 بيعطوا على 1000. النتيجة النهائية فينا نعتبر، مو بيعطوا النتيجة أو النهائية، تقييم. نعم. المرافق لعملية لعمل البرفيومر كيميائيا لحتى تكون الوصفة مطابقة لغرفة غرفة الجودة، يعني غرفة يسموها الإفرا، نعم، غير غرفة الجودة والمحاذير يعني. نعم. طب قد ايه أهمية، يعني أنت حتى وقت عم تذكر لي ذكرت لي أسماء هنا فينا نعتبره من ثقافات مختلفة، قد ايه صانع العطور قد ايه عنده أهمية بالإبداع والتطوير على العطر اللي هو عنده إياه؟ هلا هون بدي اقول لك مثل الرسم، مثل ما بنبلش رسم نحن وصغار، نعم، بتكون لوحاتنا كثير عفويه، بعد مع الوقت بصير دماغك يعطيك اشارات معينه مثلا لحتى يصير في عندك مع انه هذا الرسام معروف بهي الشخطه، هذا الرسام معروف بهذا اللون، بيصير يطور على حاله مثل الخط العربي مثلا. صحيح. هلا في كثير صار هلا عندك اصدقاء لمسة معينة هي خاصة فيك. تماما، في كثير اصدقاء لي مثلا بالخط العربي مثل استاذ منير شعراني، عنده نفسه الخاص بالخط العربي. تعرفت من فتره على صديق كمان بيشتغل بالخط العربي ورحنا حضرنا له معارض بباريس اسمه ياسر الغربي، له عنده طريقه بالخط العربي بيجمع فيها ما بين الخط العربي وفن الفيتراي تبع الكنائس، الزجاج الملون بالكنائس. نعم. فجامع الخط العربي ما بين الزجاج الملون، ففي شيء بتحسه جواتك عم يخاطبك لحتى انت يكون في لك لاين خاص. هلا انا بتذكر لما خلصت العطر تبع خلصت العطر وسام تبع الديستورشن، لقى اقبال لدرجه انه الشخص عم يقول لي مين ما حطه عم يقول لي هذا العطر مو معقول، شو حلو، شو عندك استخدامك للبخور، استخدامك للعنبر، استخدامك لهالمواد هي، فيه نكهة خاصة. فهذا الشيء بيخليني يكون بيميز. مبسوط، اي بيخليني يكون مبسوط لانه بتحس انه في شيء عم يخاطبك من جوا وعم تترجمه بروحك وعم يوصل للمتلقي مثل ما بده اياه ومثل ما بدك اياه انت. ففي صحيح بنسميها مثل ريسيبروسيتي بالفرنسي، ريسيبروسيتي يعني اخذ ورد. نعم. اخذ ورد بطريقة كثير حلوة سلسة، بتشعرك انك انت عم تنتج بالمجال اللي حبيته وبالمجال انك انت اخترت انه يكون هو مهنتك طابعك بالحياه يعني. صحيح. وروحك وعملك. ايه تمام. صحيح. سؤالي الاخير لك، ويمكن ذكرت حتى بضمن الحوار عن مشاريعك الجايه، هل في كمان اي مشاريع جايه عم تشتغل عليها؟ تمام. هلا اكيد ما بخفيك، الاشخاص نفسهم يلي عم اشتغل معهم طلبوا مني انه يكون في عندنا نشاطات فنيه، وانا كثير برحب بهي الفكره لحتى يتم صناعه العطور بالدول العربيه، ويكون في مراكز لحتى نحن نقدم هذا الفن. نعم. فاكيد في عندي مجموعه من المشاريع
هي مانا مؤجلة، ولكن بدنا نبلورها بالشكل الصحيح ضمن قالب الشركة، لأنه أنا شركتي مطلق عليها اسم LPDP. LPDP بالفرنسي هي لو بارون دو بارفان، أي بما معناه يعني ذا بيرفيومز جاد فاذر، هيك هيك مسميها الشركة، عراب العطور. ما بعرف هيك خطر على بالي، وحسيت في ريت معين بالابريفيشن تبع ال LPDP، هيك مع بعض بتحس في توناليتي معينة كتير حلوة للسمع. صحيح. فلحتى تكون شركتي ضمن قالب شركتهم، هن شركتهم فنية كتير كبيرة، نعم. رح نقدم فيها جزادين عالية الجودة مثل جزادين ديور وشانيل، رح يكون في كمان كتير منتجات فاخرة تتقدم بأكبر الجالوريات، مثل جالوري لافايت، مثل جالوري برينتون، مثل جالوري بي اتش في. في تعرف الجالوريات بباريس معروفة بأنه تقدم دائما آخر صيحات الموضة للأشخاص صحيح. اللي حابة تقدم هذا الشيء. فالمشاريع، في مشاريع لممثلين سوريين أنا نعم. نعمل لهم عطور لهم، في مشروع، في مشروع أنه نعمل لأنفلونسر، في وحدة بتشتغل بالطيران كتير بتعتمد اللون الزهري، هي مضيفة طيران من أصول كندية عايشة بموريال. نعم. هدول كل المشاريع حابب اعملهم ضمن قالب الشركه يلي عم بعملها العطور الحاليه، نعم. لانه حاسس انه الشراكه معهم بتكبر. فانا هي الشراكه كلياتها، هي سلسله من النجاحات بشوفها بهالطريقه، لذلك انا الشركه يلي امنت فيني واعطتني هالثلاث عطور اللي اشتغل عليهم، حابب اشتغل معهم بقيه المشاريع نعم. لحتى تتبلور بالشكل الصحيح، ولحتى انا اكبر بالشكل الصحيح معهم، لانه اكيد ايد واحده لحالها ما بتزقف، فلازم يكون أكيد. اثنيناتهم ماشيين بنفس السلسله مع بعض تماما. نعم. بختام حلقتنا أنا بتشكرك على اللقاء وعلى المعلومات المهمة والمفيدة، ونحن بحاجة دائما نسمع عنها ونتعرف عليها أكثر، وموفق بكل مشاريعك الجاية. انا بتشكرك وسام، وفي كان شغله عم حضرها قبل ما تعمل معي المقابله، في عندك رصانه بتقديمك بتذكرنا برصانة ريكاردو كرم، بتمنى لك انه يكون في عندك نفس الحظوة بالنسبة لموضوع التقديم، لانه ما شاء الله عليك مبين عليك جاد، والرصانة كتير قليلة اليوم بعالمنا لحتى نشوفها عند المذيعين لتقديم الاشياء الحلوة والمهمة. بتمنى لك نجاح شكرا، وقطع شكرا مزير، لك، شكرا، أنت كمان وشكرا لك، الموفق. شكرا كثير لك، شكرا.